معانا على التليفون نجم من نجوم منتخب مصر السابقين ومدير فني مصري قدير، ويمكن قعد في المغرب يمكن 3 سنين ودرب العديد من الأندية المغربية ويعرف الكثير والكثير عن فرق المغرب، وأكيد أكيد بالتحديد الوداد والرجاء المغربي. كابتن طارق مصطفى، أهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ايمن. ازيك يا كابتن طارق؟ منورنا في قناه الاهلي. انت اللي منور، وتحياتي ليك ووحشني، وطبعا تحياتي طبعا وسلام الجاري كابتن عادل عبد الرحمن، يعني والكابتن اسامه عرابي واسامه حسني والعجيزي، منورين وبالتوفيق ان شاء الله. تجار عادل عبد الرحمن، حبيبي. دي جيره جميله. دي جيره حلوه دي، وكشري كمان. بس ما بشوفوش خالص. والله والله انت الكسبان. على طول. بس عارف بيقعد فين؟ لا والله. لا ده حبيبي. بقول لك كابتن طارق، طبعا انت دربت مع كابتن حسن شحاته، وبعدين بعد كابتن حسن ما مشي من دفاع الجديد الحسني الجديد المغربي، انت مسكت مدير فني، وبعد كده مسكت في سريع وادي زم وعملت نتائج كويسه قوي، وتعرف الكثير عن الفرق المغربيه، ويمكن اعتقد ان انت خدت يمكن 3 مرات احسن مدير فني اجنبي في المغرب، صحيح؟ طبعا الحمد لله والشكر لله. والله يا كابتن ايمن، يعني الاول توفيق ربنا وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، والواحد الحمد لله بيجتهد وبيتعب، والحمد لله انت بتلاقي دوت، خاصه ان انت في بلد بتحب المصريين جدا، وبلد فيها الدوري قوي جدا رقم واحد، ده الاتحاد الافريقي اللي بيقول يعني على مستوى افريقيا، ولكن تخيل ان دوري كل سنه ما تعرفش مين هياخد الدوري في اخر مباراه او قبل اخر مباراتين، زي السنه دي اخر مباراه لغايه الدقيقه 88. صحيح. ما تعرفش مين هياخد الدوري. صحيح. بتكلم السنه دي بس، كل سنه ودوري قوي ودوري سريع، وانا كان ليا الشرف بصراحه ان انا اتواجد في هذا الدوري، ومن خلالكم برضو بشكر الكابتن حسن شحاته، لان وجودي معاه هو اللي اعطاني الفرصه ان اكون موجود في الدوري ده واكمل، وحقق الحمد لله نجاحات، والحمد لله عملنا اسم كبير للمدرب المصري من خلال الدفاع الحسن الجديد اللي انا بشكرهم، ومن خلال سريع وادي زم اللي انا قعدت معاهم 2 سنين برضو بشكرهم، والحمد لله الواحد عامل بصمه هناك كويسه. اتمنى ان شاء الله ان المدربين المصريين ومنهم عندك كبيره الكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن، نفس الشيء لو خد الفرصه المدرب المصري في اي مكان زي ما نجح الكابتن عادل في السعوديه، اعتقد ان الامور ان شاء الله هتبقى افضل، لان في قانون، والقانون ده اعتقد ان بيتاح الفرصه لكل كل الناس ان هي تشتغل. انت يمكن يا كابتن طارق، لحد ما انت يمكن متواجد حتى في التدريب المنتخب المصري مع الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب وكابتن ايمن طاهر، يمكن كان بتجي لك عروض من المغرب برضو. اكيد، والكابتن سيد معوض والكابتن كابتن سيد معوض. وعلى فكره انا الحمد لله والشكر لله يا كابتن ايمن، انا الحمد لله لما يعني انا في يعني لما بيمشي مدرب من هناك من ضمن ال4 5 اسماء بتتحط المدربين الاجانب او المدربين اللي موجودين، الحمد لله اسمي بيبقى موجود فيهم، فده شرف لي وشرف للمدرب المصري. انا اتمنى ان شاء الله ربنا يسهل الامور لكل المدربين المصريين، لان زي ما قلت لك كابتن ايمن والله عندنا مدربين كتير عندهم امكانيات، ولكن الفرصه بتبقى ساعات صعبه، لان في كل حته دلوقتي، يعني انا هتكلم عن المغرب تحديدا، محطوط قانون من 3 4 سنين ان هو مدرب واحد يشتغل في الـ في الـ في الـ في الموسم، ما حصلش توفيق للمدرب ما بيشتغلش في ما يروحش النادي تاني اعتقد ان ديت دي بتدي بتتيح الفرصه للمدربين كتيره جدا ان هي تشتغل، من حقه ان هو يروح بدرجه ثانيه، يعني من حقه. أيوة. يعني هم مدينه الحق ان هو ينزل درجه ثانيه عشان يقوم كمان الدرجه الثانيه. أيوة. لو هو حابب او النادي اللي عايز يتعاقد مع حاجه، ولكن في الاول والاخر خلينا نقول ان شاء الله القانون ده هيتعمل في مصر اللي انا عارفه قريب، وان شاء الله كل الناس يبقى عندها فرصه، وكل واحد بقى يثبت نفسه ان شاء الله، ويكون في توفيق للجميع ان شاء الله باذن الله. قبل ما نتكلم عن الوداد والرجاء، عندكم النهارده واحد حبيبي قوي، ما اعرفش كابتن علاء ميهوب، انا عارف ان هو حبيبك جدا. محمد يوسف كمان لعب معايا، بس
دايما بستمتع بيكم يعني. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا كابتن طارق. بقول لك كنا عايزين نتعرف برضو عن تحضيرات واستعدادات منتخب مصر للمباراتين توجو اللي هتقاموا الشهر الجاي في نوفمبر ان شاء الله. بص هو ان شاء الله يعني خير، يعني احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الماتشات بتاعه الزمالك وبتاعه الاهلي وبتاعه بيراميدز ان شاء الله ما يكونش فيه اصابات للعيبه، ما يكونش فيه اجهاد، اللعيبه تبقى في الوقت دوت ان شاء الله اللاعبين نهائي والبطوله كمان الكونفدراليه حققها بيراميدز، ان كل ده في الاول والاساس بينطبق على المنتخب المصري يعني. لما يجي لك اللعيب نفسيا مستريح، بدنيا مستريح، الامور بتختلف. فان شاء الله بنتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله، ربنا يوفقنا ويحالفنا، والماتشين دول ان شاء الله نكون واخدين 6 نقاط فيهم ان شاء الله، نقدر ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. وحد هيجي من المحترفين في الخارج؟ ان شاء الله باذن الله يعني باذن الله. نبتدي بقى، ماشي باذن الله، نبتدي بقى نتكلم على فريق الوداد. طبعا انت لحد السنه اللي فاتت كنت متواجد في المغرب كمدير فني، عايزين نعرف طريقه لعب فريق الوداد، لان احنا شفنا الماتشين الاخرانيين مثلا شفنا تشكيلين مختلفين تماما، شفنا في بعض الاوقات كان بيلعب بطريقه 4-2-3-1 وفوجئنا مره تانية في ماتش تاني 4-3-2-1 وبعدين بقى بيحط واحد قدام الاربعه اللي ورا، فلقينا في الماتش نفسه حتى كان الطريقه بتتغير. فعايزين نعرف منك ايه هي الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها على ارضهم وخصوصا في المباريات اللي هي المهمه. خلينا نقول هو تغيير الطريقه او عدم الانسجام انك تلعب بطريقه واحده، ده مدرب جامونتي، ده مدرب ارجنتيني، هو مسك مكان جريدو الفتره الاخيره اخر 5-6 مباريات، لان جريدو كان مسكهم بعد النجم الساحلي وما حصلش توفيق ومشي. ولكن اللي موجود دلوقتي المدرب الارجنتيني ده كان ماسك فريق حسنيه اجادير بقاله 3 سنين، فعايش الدوري المغربي وعارف اللعيبه ولعب قدامهم كتير بشكل كبير جدا. ولكن الظروف اللي حصلت للعالم كله وظروف كورونا خلت لعيبه كتيره جدا جدا محترفين ما يكونوش متواجدين في الفتره الاولى يعني. ولكن مع عوده الطيران في المغرب اعتقد الامور بدات ترجع وبدات تتحسن بشكل كبير بالنسبه للعيبه المحترفه. ولكن الوداد فريق كبير جدا وفريق قوي وفريق عنده شخصيه زي الرجاء زي الزمالك وزي الاهلي، ولكن في اعتقادي 4-2-3-1 الطريقه الانسب اللي بيلعب بيها الفرق المغاربه تحديدا 90% من المباريات، خاصه المباريات اللي على ملعب، لانه بيضغطوا ضغط عالي وبيبقوا محتاجين ان هم يبقوا قريبين من مرمى الخصم. كنا عايزين نعرف ايه نقاط القوه عندهم يا كابتن طارق. بص هي نقاط يمكن الوداد الموسم دوت الدوري راح منه في اخر 5 دقائق، هو حامل البطوله الموسم الماضي، ولكن عنده لعيبه تقريبا في الجزء الامامي او نص الملعب بشكل جيد يعني. مشكله الوداد يمكن في خط الظهر شويه. خط الظهر شويه ما عندوش ثبات يعني، ما عندوش ثبات، لان الاثنين المدافعين بتوع الوداد الاثنين الاساسيين أيوة. اللي كانوا بيلعبوا فتره كبيره جدا 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 موجودين، كانوا مصابين القمارة أيوة. في القمار الافريقي طبعا ومصاب واشرف داري أيوة. اشرف داري ده لعيب مغربي برضو فتره كبيره جدا اساسي، الاثنين دول مصابين بقالهم فتره كبيره، ففي اعتقادي قلب الملعب اللي بيلعب فيه دلوقتي مش زي اللعيب الاساسي اللي كان متواجد يعني. ممكن الاثنين ما يلعبوش بكره، لان انا قريت ان هم اكتمل شفائهم ولكن لسه ما دخلوش في المراحل الفنيه والمراحل البدنيه اللي هم اللي هي تخليهم يبتدوا المباراه. ما اعتقدش يعني انا ما اعتقدش، انا اعتقد ان حمزه سرير هو الثيرد باك اللي هيكون موجود اساسي، وكمان عندهم مشكله حصلت النهارده اصابه السعيدي، وده من اللعيبه المهمه جدا جدا، ربنا يشفيه كورونا. ده كورونا؟ ربنا يشفيه. اعتقد يعني ما اعرفش الامور هتمشي بالنسبه لهم ازاي، ولكن عندهم لعيبه مهمه، عندهم وليد الكارتي لعيب مهم، عندهم بديع اوك لعيب ناحيه اليمين سريع، عندهم اسماعيل حداد لعيب من اللعيبه اللي بتلعب كوره وبتشوط في نفس الوقت والكوره تحت رجله أيوة. ورجليه ثقيله اشول. ايمن الحسوني أيوة. عندهم راس حربه افريقي بيتحرك بشكل كبير جدا على كل كاسينجو
اسمه كاستمو بالظبط كده. رضا كانوتي، احمد رضا كانوتي اللي هو حارس المرمى، طويل وبيطلع الكرات العرضيه بشكل كويس. بس هو داخل فيه نسبه اهداف كبيره جدا في ماتشات الدوري يا كابتن. ما بص انا بقول لك ايه، بقول لك عشان عندهم الاثنين المدافعين بقى لهم فتره كبيره جدا اللي في قلب الملعب جايبين بقى لهم فتره كبيره جدا. ايوه على فكره برضه عندهم يحيى عطا الله اللعيب رقم 8 باك شمال، يعني تشكيلهم 90% منهم من اللي موجودين هم اللي بيلعبوا، هم ما بيغيروش كتير، ولا الرجاء ولا الوداد ولا يعني تشكيلهم ولعبتهم الاساسيه معروفه للجميع. ما اعتقدش النادي الاهلي او نادي الزمالك مش عارفين اللعيبه على الاقل 90%، تغيير هيبقى في واحد او اثنين زي ما بقول لك لو في اصابه. ولكن انا بقول ان النقاش لعيب خبره هيكون موجود، ده ما كانش موجود الفتره اللي فاتت، ده كان بيلعب اساسي بشكل كبير جدا قبل نجي المدير الفني، ده كان بيلعب حتى مع جاريدو، ده النقاش ده بيلعب ديفندر لعيب نص ملعب، ممكن يكون كبير في السن شويه ولكن لعيب قوي جدا وبيجري كتير جدا. ممكن يحيى جبران هو اللي يحل مشكله الاثنين المدافعين ويرجع يلعب مدافع ويلعب النقاش في نص الملعب. احنا شفنا لهم في بعض المباريات ان هم بيعتمدوا اعتماد كلي على الكرات العرضيه وبيعتمدوا اعتماد اكبر على الكرات الثابته. اكيد ما انا بقول لك عندهم بديع اوكي لعيب سريع ناحيه اليمين، اسماعيل حداد لعيب ناحيه الشمال، وبيغيروا كمان مع بعض الاثنين، يعني ده ممكن تلاقيه هنا وده تلاقيه هنا. ولكن بقول لك ان بديع اوكي بيروح عشان يلعب الكره العرضيه. أيوة. يعني بيروح ناحيه اليمين بس بيعملها ساعات بيعملها على الارض، ساعات بيعملها لتحت، ما بيعملهاش يعني كل مره بيعملها عاليه، لا ساعات بيغير لان هو لعيب مميز جدا السنه دي، عامل موسم كويس. ونفس الشيء اسماعيل حداد وتكمله وليد الكارتي في ال 18، فدي كلها وناحيه اليمين هي الهجوم الاكثر او الاكثر من ناحيه الشمال لعب لطيف مصير لانه بيزيد بشكل كبير جدا ناحيه اليمين يعني الفقرين. طب وبالنسبه للكرات الثابته بيطلع حد من ورا، حد بيكمل في نص الملعب، حد بيبقى على حدود ال 18 مستني الكره لما تنزل يعني؟ اكيد هم عندهم اكيد، لان الكرات الثابته هم دايما شمال افريقيا، مش بس الوداد ولا الرجاء ولا حتى المنتخب المغربي، المنتخب دايما يا كابتن ايمن شمال افريقيا مميزين جدا بالكرات الثابته اذا كان اللي ليهم او اللي عليهم. أيوه. ولكن انا اشوف الكرات الثابته اللي عليهم برضو دلوقتي فيها مشكله بالظبط على اساس غياب اللي بالزبط. انا بقول لك عليه، ولكن برضو ليهم لا عندهم ايمن الحسوني بيلعب بدماغه كويس، وليد الكارتي بيلعب بدماغه كويس، يحيى جبران بيلعب بدماغه كويس، الاثنين المساكين اكيد بيلعبوا دماغهم كويس. اعتقد ان مهمه جدا في الماتشات اللي زي دي الكرات الثابته ان انت تكون تكير منها يعني. انت قلت لي ناحيه الشمال بيعتمدوا عليه اعتماد كلي في الكور العرضيه بالذات، والانطلاقات من ناحيه الشمال هي الاكثر من ناحيه اليمين مش كده؟ لا اليمين اكثر، اليمين الاكثر اللي هي فيها بديع اوكا وعبد اللطيف نصير اكثر بكثير. عبد اللطيف نصير بيتقدم على طول اكثر بكثير ناحيه اليمين، دي افضل بكثير. وخلي بالك برضو انا اشوف ان النادي الاهلي محظوظ في رحيل النهيري. النهيري من افضل اللعيبه اللي موجوده على فكره، كل الكرات الثابته 90% منها كرات ثابته اللي بره ال 18 والكرات الثابته اللي بتتلعب بالعرض يعني. ايوه هو احترف مشي من حوالي شهر كده، وعلى فكره هو هداف الفرقه يعني. النهيري دوت لعيب بيلعب باك شمال وبيلعب باك يمين وبيلعب مساك. ايوه ولكن الكرات الثابته اللي بره ال 18 مش القريبه البعيده كمان. ايوه بيشوطها زي ما بيشوطها كريستيانو كده، لو دخلت شفت اهدافه كلها هتلاقيها بيشوطها بوش رجله راحه بصوره غريبه جدا يعني. وكمان عرفنا ان ايوب الكعبي طبعا مع ان هو رجع لهم مره ثانيه انما برده مش هيقدر يلعب علشان لوائح الكاف. بالظبط لعيب راس حربه معروف في المغرب وكان احترف فتره كبيره جدا وفي الصين، وكان احترف وكان جاي له عروض هنا كتيره جدا، ولكن هو قبل ما يمشي يروح كان عامل مباريات كبيره جدا مع الوداد وكان هداف الفرقه ولعيب بيلعب منتخب، كان بيلعب مع هيرفي رينار، كان موجود في اللائحه بتاعت امم افريقيا كاس العالم. ولكن انا اشوف ان عدم وجوده برده دي ميزه للنادي الاهلي. يمكن اخر ماتشين احنا تابعناهم ولقينا برده يا كابتن في لما هم كانوا بيهاجموا وخصوصا بيهاجموا كمان من ناحيه اليمين بالذات بيبقى في مساحات كتيره جدا وكبيره ورا الباك رايت لما بيتقدم، وشفنا مساحات كبيره جدا كمان في نص الملعب ممكن الخصم او ممكن النادي الاهلي يلعب ويشتغل فيها ويعمل هجمات مرتده او كاونتر اتاك. اكيد بص يا كابتن ايمن هو طبعا دي تعتمد على المدير الفني للنادي الاهلي هو عايز ايه.
هو هيضغط ضغط عالي من قدام ولا يقابل من تلتين ملعب وبعدين يلعب على المرتدة؟ ومين اللي هيعملها؟ عنده ناس صراع، عنده حسين الشحات، عنده هيحط جيري. انا قريت لك تصريحة كابتن النهاردة بتقول طبعا انت في المباريات اللي زي ديت بتفضل طبعا الحرص الدفاعي، وكان عندك كده تصريح انا برضو كنت عايز اسالك فيه، ان انت بتقول انت بتفضل ان احنا نلعب او النادي الاهلي يلعب بثلاثه في نص الملعب ولكن ديانج يكون قدام الاربعه الديفنس. بص، هو لما اتسالت انا في النقطه دي جزاب، خلي بالك انا ما بقولش دفاع دفاع لا، الدفاع يبقى دفاع منظم بس بهدف ان انت بتلعب مباراتين انت عايز لا قدر الله ما يجيش فيك جول، وفي نفس الوقت انت عايز تعمل مرتده عشان تجيب جول. انك انت لما بتجيب جول خارج ملعبك ده بيسهل لك امور كتيره جدا. مش الدفاع ان انا افضل مدافع وان افضل انا، لا مش بالصوره دي. ولكن انا شفت فايرال بصراحه لما كان موجود مع النادي الاهلي، لما كنت بتفرج على الماتشات في مباراه نادي الزمالك تحديدا ومباراه ثانيه، هو كان بيلعب بحمدي فتحي وسطوليه والو ديانج. ايوه انا بقول ان الو ديانج ما ينفعش يطلع من قلب الملعب من رقم 6 اللي هو قدام الاثنين المساكين، يا اما توديه قدام شويه الطرف يعني على قوس الدايره من ناحيه اليمين او عشان يكمل ناحيه اليمين، مش بتاعته. أيوه. ان هو الكواليتي بتاعه مش بتاعه، هو مميز جدا في قلب الملعب، ممكن اللي يعمل دي النمره 8 لعيب. أيوه. كورته افضل شويه ويقدر يروح في العمق شويه ويقدر عنده حلول. ايوه انما ما اعتقدش الو ديانج ان هو يعمل لك الحل الهجومي زي ما يعمله مثلا حد تاني يقدر يعمل نمره 8 ديت. هو أيوه. نمره 6 بالنسبه لي يلعب نمره 6. ايوه لعيب بيقطع كويس ولعيب قوي جدا، وانت السيرد باكين بتوعنا انت محتاج حد في الحته دي. أيوه. زي ما بنيجي نتكلم على طارق حامد في الحته دي. اعتقد خلي بالك خلي بالك مهم جدا ان انت تطلع باقل خسائر في المباراه الاولى بس. اقل خسائر بالنسبه لنا ان احنا على الاقل مثلا تعادل ايجابي. بالظبط. وخلي بالك هو كمان انت لو احرفت هدف كمان بره دي زي ما قلت لك بتسهل لك الامور بشكل كبير جدا. صحيح. ان هدف هنا يعمل لك مشكله. ونفس الكلام بينطبق برضو على الرجاء اللي هيقابله نادي الزمالك. لا يختلف شويه فريق الرجاء. اقوى؟ يختلف اولا من الناحيه النفسيه دلوقتي، الرجاء دلوقتي كسبان الدوري. ايوه الرجاء مكمل في البطوله العربيه. الرجاء عامل مباريات كلها فيها شكل قوي من ناحيه هجوميه. ايوه لان الحلول عند الرجاء او حتى دكه البدلاء عند الرجاء انا اشوف ان هي افضل من الوداد. ايوه الرجاء عنده احتياطي وعنده اساس، لما تيجي تتكلم على الرجاء ايوه زي ما بنقول بتتكلم على عنده لعيبه كويسه قوي، يعني عنده أنس زينيتي راس حربة حارس مرمى عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه وبيلعب برجليه كويس. تكلم على بدر بنون من أفضل المساكين أو المدافعين في أفريقيا، وكل الكرات العرضية مميز فيها جدا جدا جدا، ولازم مراقبة صارمة لبدر بنون لأنه بيحطها كويس. عندهم سند المساك ده الليبي، ما أعتقدش إن هو يلعب لأنه مصاب، فبيلعب مكانه الحداد. فابريز باك ليفت شمال، ولكن عندهم ناحيه اليمين برضو دي المشكله في الرجاء، ان عمر بوطيب مش موجود مصاب بقاله فتره. أيوه. واللي بيلعب مكان بيلدر بيلعبوه ناحيه اليمين شاكيري مصاب نفس الشيء. أيوه. المشكله في الرجاء في الباك رايت هتبقى مشكله شويه، لان ممكن يتحط فيها سريدة او يتحط فيها حتى اي حد يكون ما لعبش فيها زي كده، ممكن يحط فريده ويحط المعكبي ديفندر، ممكن يحط اي حد فيها زي ما حط الماتش اللي فات كده. ولكن عندهم اربعه قدام مميزين جدا، نص الملعب عمر العرجون لعيب كوره كويس، فريده لعيب في نص الملعب ديفندر، المشكله في الاربعه اللي قدام في محسن متولي في حفيزي سفيان رحيل في مالونجا. الاربعه عندهم مهاره وسرعه، اعتقد ان فريق الزمالك عارف الكلام ده كويس زي النادي الاهلي كده. المفروض ان انا كمدير فني او ان انا كلعيبه اتفرجت على الفرقه دي اكتر من مره من خلال الفيديو، وعارف العناصر اللي انا ممكن العب عليها واوقفها، لان اخطر حاجه في الرجاء نص ملعبه. والميزه بتاعت الرجاء عن الوداد انه عنده لعيبه كابتن ايمن احتياطي كويس. ايوه عنده ايوب مناح
لعيب كويس بيلعب راس حربه وتحت راس الحربه بيهاجم يعني. عنده بن حليم. بن حليم ده لعيب كويس راجع من اصابه. أيوة. موجود برضه. فاعتقد ان الامور بالنسبه للاهلي وللزمالك وللرجاء وللوداد. أيوة. انا بقول 50% لكل الاطراف لان الاربع فرق كبار جدا 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 ومميزين وعندهم خبرات وكل واحد فيهم محقق بطولات كبيره جدا 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 على المستوى. اخر سؤال يا كابتن طارق، هل الحاله النفسيه هتتاثر لنادي الوداد بخساره الدوري؟ بص ما اعتقدش لان الوداد زي ما قلت لك فريق كبير جدا وهو احرز الدوري بقاله يعني فتره كبيره جدا، هو اللي بياخد الدوري يعني في السبع سنين اللي فاتوا تقريبا خدها تقريبا مش عارف اربع خمس مرات، لان لما يضيع الدوري منك في اخر مباراه وفي اخر خمس دقائق يعني الوداد كان ممكن ياخد الدوري لغايه الدقيقه 88. ايوه يا 89 الرجاء جاب جول. ده ما فيش تاثير بصراحه يعني، ولا المكتب النفسي اثر ولا الجمهور اثر ولا اللعيبه اثرت ولا الجهاز اثر. كابتن ايمن انا بقول ان الزمالك والاهلي محظوظين ان المباراتين دول هيتلعبوا بدون جمهور. الجمهور بتاع المغرب مختلف بشكل كبير جدا جمهور الوداد وجمهور الرجاء. الجمهور بيشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه. سيد محمد الخامس صعب جدا جدا جدا. أيوة. واعتقد اللي لعب عليه يعرف كده. صحيح. تحليل رائع جدا من كابتننا كابتن طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر. شكرا جزيلا كابتن طارق.